تعالى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا مع الكونكت بلس لابطال جريد 3 واحلى جروب موجود معايا في الحياه كلها. وهنا اهو ليسنز 4 و 5. واي از نسمة تريننج؟ السؤال يا جماعه، البنت اللي هي اسمها نسمة ليه بتتدرب؟ عندها بطوله؟ قال لك لا. عندها مسابقه؟ قال لك لا. امال دي بتتدرب ليه؟ بتحب الرياضه؟ قال لي لا. امال يا مستر، اعلى من كده بكتير، ركز معايا. هلو My name is نسمة. أنا اسمي مين؟ نسمة. I am at the track. نسمة ده هي موجودة فين؟ في التراك. مصطفى الوحيد اللي بيقول معايا I am at the track، يعني أنا موجودة في التراك اللي هو إيه؟ اللي هو حوالين الملعب. With my friend سارة. موجودة مع صاحبتها مين؟ سارة. البنت اسمها إيه؟ سارة. نسمة. البنت اسمها إيه؟ نسمة. مع صاحبتها مين؟ سارة. موجودة فين؟ تراك. جدع يا مصطفى. سارة is an athlete. سارة ده هي إيه؟ دكتور؟ دكتور؟ نو تيتشر؟ نو أثليت يعني لاعبة رياضية، حد رياضي. أثليت معايا؟ طيب. So she does a lot of exercise، يعني هي بتعمل a lot of exercise يعني بتتدرب كتير عشان هي بنت رياضية. مركزة يا جودي؟ طيب. We come here three times a week. روزا، هم بيجوا كم يوم في الأسبوع؟ 3 times. بيجوا كم مرة؟ 3. محدش يجاوب عربي. 3 times. بيجوا كم مرة؟ ركز عشان في سؤال بقى ب 20 درجة لوحده. ركز. هما بيجوا كم مرة؟ 3. And she comes with her parents once on the weekend too. يعني هي بتيجي كمان مع باباها ومامتها مرة واحدة في نهاية الأسبوع في الأجازة بتاعتها في الويك إند. أسأل سؤال، يبقى البنت دي بتيجي كم مرة في الأسبوع؟ فور. ليه؟ مش هي بتيجي ثلاث مرات وفي مرة كمان بتيجي مع بابا وماما؟ يبقى كم مرة؟ أو كله خسر في السؤال ده. تاخدوا سؤال تاني؟ طب يلا أنا هقرأ وهناخد سؤال تاني. سارة is a runner. runner 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 يعني ايه؟ يعني عداء، يعني جراب، تجري، بتسابق زي ما انتم شايفين كده. يبقى اسال سؤال لروزا، يبقى يا روزا ساره ده هي شغاله تيتشر ولا دكتور ولا رانر؟ حلو. السؤال اللي جاي عليك يا عمر. And she has a big competition next month. عندها مسابقه كبيره الشهر الجاي. عندها يا عمر small ولا big competition؟ علي صوتك يا عمر، ما تخافش من الحياة وجاوب غلط عادي. سمول ولا بيج كومبيتيشن؟ بيج كومبيتيشن يعني مسابقة كبيرة. طيب يا آدم، المسابقة دي هتكون نيكست ويك ولا نيكست مانث؟ نيكست مانث، الشهر الجاي مش الأسبوع الجاي. تمام. I think she'll win. أعتقد إن هي اللي هتفوز. I am training with her to support her. هنا هو يا مرام، البنت اللي هي اللي هي اسمها نسمة بتتدرب مع سارة اللي هي داخلة المسابقة اللي هي الأسئلة دي علشان تساعدها، تساندها. يعني ايه؟ زي مثلا تبقي انت رايحة مشوار كده وحاسة ان انت هتبقي لوحدك فيه، فتيجي تاخد روزة معاكي او واحدة من صاحباتك معاك عشان تونسك. فهي طبعا اللي ماسك البنسل خصم 8 درجات. انا هبص واشوف حد ماسكه ولا لا. ماشي. And it helps me get fit. يعني ايه؟ يعني في سببين تخليني اروح العب معاها. ده نسمة اللي بتقول. اول حاجه ان هي سبورت. سبورت يعني ايه؟ بتساعدها، بتساندها. تاني حاجه ان هي لما بتتدرب معاها بتخليها تبقى ايه؟ فت. عارفين فت يعني ايه؟ يعني لائقه بدنيه، يعني جسمها خفيف كده مش تخينه. طيب نكمل. هو انت لما بتيجي تلعب رياضه تنفع تخش تلعب رياضه على طول كده ولا لازم تعمل تسخين واحماء؟ اهو بص بقى، الاحماء ده اسمه ايه؟ We warm up together and we have fun. يعني ايه يا يحيى؟ يعني بنبدا نعمل الاحماء، نجري كده خفيف كده لحد ما نبدا نجري بقى ايه كتير، اللي هو الجري كتير قوي. I record her race times two. يعني ايه يا مستر؟ يعني بتعمل لها تسجيل للوقت بتاعها. مش انت ساعات بتشوف الناس اللي بتسابق واحد ماسك له ستوب واتش كده يشوف هو يجري في دقيقه ولا في دقيقتين ولا في ثلاثه؟ فهمت يا رزة؟ يبقى انا ايه؟ هي ساره دي بتقعد تجري تجري ونسمه دي بتقعد ماسكه لها الساعه كده تشوف هي جريت في قد ايه، في دقيقه، في دقيقتين، في ثلاثه. فهمتوا يا شباب؟ طيب. Her best event is the 2200 meters race. She is very fast. ساره was raced last month. يعني بيقول لي ان ساره ده هي احلى حاجه عملتها او احلى
مسابقه عملتها كان سباق ال 200 متر. عارفين يعني سباق ال 200 متر؟ انا بخلي الناس تجري زي طول الشارع ده كده، نص الشارع كده، ده 100 متر. طب في سباق تاني اللي هم اشطر بقى، اللي هم ال 200 متر لحد اخر الشارع. فهي البنت ده اهي عملت مسابقه بتاعه ال 200 متر. بيقول لي بعد كده ان هي طلعت but she didn't win. هي فازت؟ لا. هي فازت؟ لا. امال طلعت نمبر كام؟ بص كده، she came second. طلعت نمبر كام؟ 2. And so she wants to try harder. علشان كده يا مرام هي بتتدرب بجد علشان تاخد المركز الايه؟ الاول. فهمت كده؟ طيب. And she finishes in 35 seconds. She wants to be faster next month. يعني ايه؟ يعني بيقول لك هي جريت ال 200 متر دول في كام ثانيه؟ في 35 ثانيه. 35 ايه؟ طب هي لما بتتدرب يا رزان عارفه بتتدرب ازاي؟ هي النهارده عملت ال 200 متر دول في 35 ثانيه، صح؟ عايزه بكره تعملهم في 30 بس، عايزه بعده تعملهم في 25، يبقى كده معناه ان هي بتجري بايه؟ بسرعه. حد مش فاهم؟ طيب نكمل. Sara always eats healthy food. We bring some fruits to the track to have a snack and we drink lots of water. أسأل سؤال في السطرين دول. الناس دي بتاكل healthy ولا unhealthy food؟ Healthy food. طب الناس دي bring some ايه to the track. بص للكتاب وانت تشوف. Bring some ايه to eat. علشان ياكلوا في التراك. بيجيبوا ايه؟ اهي لا فروتس. ما هي اسرع واحده بيجيبوا ايه؟ فروتس. بيجيبوا ايه؟ بيجيبوا فاكهه. تمام. طيب تو هاف ا سناك. الناس دي في التراك درينك ايه؟ ووتر. لوتس اوف ووتر. يبقى بيعملوا ايه يا مستر؟ فروت ووتر وهيلثي فود. اي لايك هيلبينج ساره بيكوز شي از ريلي جود فريند تو مي. سؤال يا روزا، هي ليه بتحب تساعد صاحبتها سارة؟ بتقول نسمة ان سارة دي صديقة وفية ليا، دايما بتساعدني وتساندني وتسمعني لما ببقى زعلانة ومتضايقة. And she always listens when I have a problem. بتسمعني لما يبقى عندي مشكلة. فانا لازم لما هي تبقى بتتدرب عشان تخش المسابقة لازم انا اساعدها وابقى معاها، ما سيبهاش لوحديها. لاني عارفة يا روزا البنت ده هي لو هي اتدربت لوحديها ممكن تكسل، ما تبقاش عايزه تجري، صح؟ لكن لما يبقى حد معاها ويلا عاش شطوره وتمسك لها الساعه تحسب لها الوقت، فطبعا دي هتتحمس اكتر. And or if I am worried about something, so that's why I wanted to help her as much as I can. يعني ايه يا مستر؟ يعني هي بتقول دايما بتساندني وانا كمان بحس ان انا قلقان عشانها، ان هي يا ترى هتكسب ولا لا، ولا هتبقى كويسه ولا لا، وعشان كده انا بقى ايه بعمل اقصى ما عندي ان انا اساعدها. تعال بقى ناخد دب بدرجات. انا هقراهم واحد واحد، هيقراهم وعليهم 10 ماركس. جاهزين؟ ريبيت افتر مي. يلا يا جوجو. جيت فيت. جيت فيت. جيت فيت. جيت فيت. ريكورد تايم. Record the time. Record the time. Try harder. Try harder. Come second. Come second. Come second. Warm up. Warm up. Support a friend. Support a friend. Competition. مين يقول لي كومبيتيشن بتاخد حرف الجر ايه؟ ايه بتاخد ايه؟ ايه كومبيتيشن بتاخد ايه؟ ايه. عايز اقول يا رزان ان انا في مسابقه، اقول ان ولا اون ولا ات؟ ايه. عاش. طيب هو يعني ايه الورم اب ده؟ يعني معناه ان انا بيخلينا ابقى ريدي تو اكسرسايز، يبقى التسخين ان انا بيخلينا ابقى ريدي تو ايه؟ طيب سبورت ا فريند، كلمه سبورت يعني هيلب، سبورت يعني ايه؟ طب مين شاطر يقول لي هيلب يعني ايه يا رزان؟ مساعد. طيب مين يقول لي كم سكند يعني بيكسب المسابقه ولا بيجي بعد الفائز؟ يبقى افتر وينر. طب مين يقول لي تراي هاردر معناها ايه؟ معناها ورك هارد. تراي هاردر يعني بيجرب بجد او بيبذل قصارى جهده اهو، فده معناه ان هو بيشتغل بجد. تعالى ناخد حاجتين. تعالى نكمل مع بعض الجرامر، والجرامر ده هيبقى عليه 7 درجات، فركز عشان تجيب السبع درجات بتوعك في الامتحان كمان شويه. يلا يا جودي قربي عليا كده وتعالي ايه بصي يا مستر. لو انا عايز اقول ان انا اي لايك عمر، انا بحب عمر ده،
وكمان عايز اقول اي لايك يحيى. اي لايك مين؟ يحيى. انا كده بحب كم واحد؟ تو. فيا مستر بدل ما تقعد تقول اي لايك اهي وتقعد تقول اي لايك اهي، اعمل ايه؟ اشطب دي، مش دي متكرره مع دي يا مصطفى، وحط بدلهم انت. مش انت خدت في الماس حاجه اسمها البلس؟ اهي البلس ده اللي بتساوي مين؟ انت. دي معناها بالعربي و، معناها ايه؟ يبقى انا بقول كده اهو اي لايك عمر انت يحيى، يبقى انا بحب الاثنين دول، صح؟ طب سؤال بقى يا مستر، اسال. هو لو انت ما بتحبش عمر ولا بتحب يحيى استخدم ايه؟ حلو، اي دونت لايك. طب سؤال بقى، اي دونت، يلا يا جود انت ومايا، اي دونت لايك عمر، وهنا اهو اي دونت لايك يحيى، ينفع احط انت؟ اما لو احط مين؟ بص بقى، هي مش هنا في دونت وهنا في دونت، يعني انا ما بحبش ده ولا بحب ده، لكن انا هنا كنت بحب ده وبحب ده، صح؟ صح. اه شطار. يبقى انا هنا بحب ده وبحب ده، هاخد اند، باخد مين؟ اللي هي عامله زي مين؟ البلس. طب انا هنا ما بحبش يا رز ولا بحب ده، احط كلمه اور. احط كلمه ايه؟ اور معناها او. اور معناها ايه؟ او. اور معناها ايه؟ او. طب يلا يا مستر، مين يقول لي؟ دي سؤال سرعه للشطار بس، البليد مش هيعرف يجاوب. لما اجي اقول كده اهو اي لايك رزين، وهنا اهو اقول انت ولا اور مرام؟ انت. عاش. طب ناخد سؤال سرعه تاني، البليد مش هيعرف اهو، مفيش حد عندي بليد. حاجه اقول لك كده اي دونت لايك، في دونت اهو، اي دونت لايك بيتزا انت ولا اور؟ اور. يا نهار ابيض على الشطار اللي عندي النهارده. حد قاعد مش فاهم؟ مش فاهم حد قاعد؟ طب سؤال، مش انت هنا كان صح وصح وهنا غلط وغلط؟ طب لو في واحده صح وواحده غلط اعمل ايه؟ استخدم بط. استخدم مين؟ بط. بط ولا ويز؟ بط. اه طب مين بيقول لي بسرعه كده اهو كلمه بط معناها في العربي يعني ايه؟ بط معناها ولكن. بط معناها ايه؟ طب مين يحل دي؟ اللي مش هيعرف يحلها اقول علي نوتي. اي لايك رازن، وهنا هو اقول اي دونت لايك بكيزة. هي هنا هو في نوت يعني ايه؟ صح. طب هنا هو في نوت يعني غلط، صح؟ هما زي بعض ولا عكس بعض؟ عكس بعض. عكس بعض. يبقى في الحاله دي هاخد مين؟ باخد بط. لا انا باخد اور لو الاثنين فيهم نط، تمام؟ لو الاثنين فيهم نط باخد مين؟ لو الاثنين فيهم نط باخد مين؟ طب لو الاثنين ما فيهمش نط باخد اند، لو الاثنين ما فيهمش نط باخد مين؟ طب لو الاثنين عكس بعض يا مصطفى باخد مين؟ حد قاعد مش فاهم؟ طب يلا ناخد اخر اثنين ونعمل امتحان قوي جدا. الاختبار ده للمتفوقين فقط. جاهزين؟ طيب بص بقى، هاجي اقول لك كده اي didnt go to school، انا يا رزان ما روحتش المدرسه. ليه يا مايا؟ هقول because ولا so I was ill. انا هترجم لك وانت اللي هتحل. هقول انا ما روحتش المدرسه لذلك انا مريض ولا لانني انا مريض؟ يبقى بيكوز ولا سو؟ يبقى بيكوز ده بيجي بعدها السبب، سبب اللي انت ما روحتش المدرسه، السبب اللي انت كنت ايه؟ مريض. اما سو عكسها، بص كده انا كنت مريض، انا كنت ايه؟ مريض. هاجي اقول لذلك انا ما روحتش المدرسه ولا لانني ما روحتش المدرسه؟ ها تاني ركز، انا مريض علشان كده ما روحتش المدرسه ولا لانني ما روحتش المدرسه؟ لذلك ما روحتش المدرسه. لذلك. لذلك اللي هي سو ولا بيكوز؟ سو. عاش. طب استنى الحته دي انا عايز افهمها تاني، انا ايه عدت عليا معايا يا عمر؟ ما تسرحش،
didn't you go to school؟ الجملة اللي فيها school number one ولا number two؟ number one. والجملة اللي أنا عيان فيها number كام؟ two. بص هنا الجملة اللي أنا عيان فيها number two جت فين؟ جت في الأول. جت فين؟ في الأول. والجملة بتاعت السكول جت فين؟ في الآخر. يبقى سو عكس مين؟ ها؟ سو عكس بيكوز. سو عكس مين؟ بيكوز بيجي بعدها السبب. بيكوز بيجي بعدها ايه؟ سبب. أما سو بيجي قبلها السبب. سو بيجي قبلها مين؟ سبب. إن أنا مريض، تمام؟ علشان كده أنا ما روحتش ايه؟ تعال نحل. حتى 33. طيب تعال نحل مع بعض دي يا شباب. بص معايا دي بيج نمبر 33. I like running. يلا يا جودي هتحل الأولى. I like running, jumping. عايز أقول أنا بحب الجري والقفز. أقول و واللي هي هي لا تقول أنت ولا بيكوز ولا بط. ها و ودي اللي هي مين؟ أنت ولا بيكوز ولا بط؟ لا بط دي معناها ولكن، وبط دي بيجي بعدها جملة كبيرة. ها كده ضاعت. ها بيكوز. مفيش بيكوز. آه لا بيكوز دي غلط. إحنا قلنا بيكوز بيجي بعدها سبب. أنت. أنت. مرام. ناخد واحدة كمان. يلا يا رزان. It's hard to run today. It's hot. يعني النهاردة صعب اللي أنا أجري. عايز أقول لذلك هو حر ولا لأنه حر؟ لأنه حر. أنت اسمك رزان ولا إيه؟ ها؟ بالدور يبقى because. أحسن. يلا يا مين؟ يلا يا عمر. I like running يا عمر. I am not very fast. واحد بيحب الجري بس هو مش سريع. هتاخد بط ولا تو ولا اور؟ بط. اللي هيجاوب في غير دور زميله بخصم درجة. يلا يا جوجو ركز عشان هتجاوبي تاني. أمير is good runner. I think he'll help win the race. أمير ده هو ولد بيجري كويس. يبقى عايز أقول لأنه اعتقد ان هو هيفوز ولا لذلك هو هيفوز؟ لذلك. جدع. يبقى اللي هي مين؟ بيكوز ولا سو؟ سو. سو. جدع يا مايا. مايا هتاخد درجة يا جماعة. حلو. طب يلا يا جودي. He doesn't like throwing. بص doesn't فيها نوت. احنا قلنا اللي بتيجي مع نوت مين هي اللي هتقول؟ بط ولا سو ولا اور؟ اللي بتيجي مع نوم. اللي الاتنين فيهم نوم. ها؟ اللي الاتنين فيهم نوم. مصطفى عسل. يبقى هنا هو تاخد مين؟ اور. الله ينور. طب هات يحيى. عمر ران ان ذا ريس. عمر ده هو جري في السباق. هو مفس. هقول ولكن مفس ولا او مفس ولا هو مفس؟ عكس بقى. يبقى هنا ولكن ولا او ولا و. شوف انت بقى. هو جري ومفس. بط ولا اور ولا اند؟ فكر كده. عسل. هيبقى بط. ما حدش يجاوب غير دول يا جماعه. I like helping Adam. انا بحب مساعده ادم. علشان عايز اقول يا رزه علشان لذلك. He is my friend. اقول لانه ولا لذلك هو صديقي؟ انا بحب اساعده لانه صديقي. لانه اللي هي سو ولا بط ولا بيكوز؟ جدع شطره. تعال نشوف حاجه تاني.